مين؟ زهيرة؟ أيوة زهيرة يا معلم عزيز يا ابن الناجي. كويس إنك حفظت اسمي، بس كان نفسي بقى تحفظ العهد وتريح جدك عاشور في تربته. أنت جاية ليه دلوقتي؟ عارفة أنا جاية ليه؟ إيه؟ جاية أقولك البقية في حياتك. إيه؟ في مين؟ اتكلمي. في عيلة الناجي. إيه؟ أنت جاية تشتميني؟ العفو يا سيد الناس، يا ابن الناس الأصلة، بس بقولك بقى اللي الناس بيقولوه. تسمحي تتفضلي تروحي على بيتكو؟ بتطردني يا معلم عزيز؟ ما كانش العاشة أول مرة تعملها يا كريم يا ابن الكرم. أنا مش بطردك، أنا متضايق ومش عايز أكلم حد. متضايق مني؟ من كلامي ولا من كلام الناس؟ أنت عاوزة إيه مني بالظبط؟ سؤال واحد عاوز أعرف جوابه، سؤال بيحرقني ومخليني أحس بالهم، أول مرة أحس بالهم بعد موت أبويا. وإيه هو السؤال؟ ليه سبت المطرح النظيف عشان يقعد عليه اللي مش نظيف؟ قصدك نوح الغراب؟ فتوة حارتنا الجديد، جلابية بيضة مزهزاها، جواها خرابة وسواد، ليه سبته ياخد مكان الشرفة ليه؟ ده كلامك بقى ولا كلام الناس اللي بتقولي عليهم؟ كلام الناس اللي حسيته من قبل ما يقولوه. ليه تكسر أملي وأمل الناس المحتاجين لواحد زيك يديهم الأمان؟ ما هو مش بإيد يا زهيرة. أمال بإيد مين؟ أنا عمري ما تخليت عن حد. عارفة أنك أصيل وطيب وتحب الخير، بس ساعات الواحد يكون ماشي ويدوس في حاجات غالية ويكسرها من غير ما يكون واخد باله. يعني جايز تكون ماشي وتدوس على ندعة مية في الأرض وانت مش عارف إن كانت مية ولا دموع الغلابة. كلامك غريب، أكبر من سنك يا زهيرة. الناس اللي تحت بيشوفوا حاجات كتير، حاجات غويطة ما بيشوفوهاش اللي قاعدين فوق. أنا عمري ما كنت فوق يا زهيرة. طول عمرك مولود ومتربي في سرايا. أيوة بس حاسس بكل الناس. حاسس بيهم من بره بس ما دخلتش جواهم ولا تعرف قلوبهم فيها ايه. مش عارف أقولك ايه، ازاي اقنعك بس اني وايه فايدة الكلام؟ ما اللي راح راح، بس كسرة الامل بتوجع وساعات بتعجز الواحد وتخليه ما يشوفش النور. لا لا يا زهيرة، الامل ما انتهاش والخير هيفضل موجود. العجيبة انكم بتقولوا كلام زي العسل، خلاص بقت عشتنا كلها كلام. لا انا مش ببيع كلام، انا لا يمكن اسمح باي شر في الحارة. يعني هتعمل ايه؟ تقدر تقف قدام نوح الغراب والاربعين حرام اللي وراه؟ هتعلمهم الادب والاخلاق؟ تقدر تخلي التعبان يبقى حمامة؟ هتصلح مين ولا مين يا سي عزيز وانت لوحدك؟ ما تملكش غير قلبك الابيض وديلك الطاهر. ما تزعلش مني، انا ما اقصدش ازعلك ولا احبش اشوفك مهموم. انت غالي علينا وعلى الناس الغلابة اللي بيحبوك. ما تزعلش مني وربنا معانا على كل حال. عزيز معلم عزيز. ها شيخ خليل، مالك يا ابني؟ ايه اللي مقعدك دلوقتي قدام التكية؟ ها مش عارف يا سيدنا الشيخ، حسيت اني مخنوق وعايز اشم شوية هوا، خرجت اتمشيت لقيت نفسي قاعد هنا. انت قعدت بخاطرك يا ابني ورغبتك. جدك الكبير عاشور الناجي ما كانش يرتاح الا هنا. عاشور؟ عاشور ومن بعده شمس الدين وسليمان وخضر وسماحة وابوك قرة عيني الله يرحمهم، كان نفسي اكون زيهم بس ليه ما قدرتش؟ الله يفعل ما يريد يا ابني. شيخ خليل، الواحد لما يشوف الغلط قدامه ويعجز عن اصلاحه يعمل ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده، واذا كانت الايد ما تعودتش تمسك نبوت أو بلسانه يبقى حدخل في مواجهة، أو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. أضعف الإيمان، أهو ده اللي مخليني أحس بالحسرة. كفاية إنك ما تتخلاش عن الحق. عمري ما هتخلى عنه. يبقى ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا ابني. يعني إيه؟ أسيب الظالم يبارطع في الحارة؟ هيجي الأقوى منه اللي يغلبه. مش جايز يكون أظلم. ربك أقوى من الكل يا ابني، والظلم عمره ما بيدوم. قوم يا ابني قوم، انت عملت اللي عليك، سيب الباقي لأحكم الحاكمين. قوم يا ابني روح بيتك واطلب من الله
انه ينصر المظلومين. عندنا شغل ايه الليله؟ عاوزين نبعت كام راجل علمينا في قلاق. ليه؟ الحاج عطله جاي له بضاعه من المنصوره وطالب رجالتنا عشان يحموها. دافع لتاوه؟ دافع، وحواردها لك مع بقيه الحساب. غيره؟ المعلم فرجاني هيجوز بنته وعاوز رجاله يحموا الدفع. دافع الصبح هيدفع وهيجي عشان يعزمك. يبقى الفرح في حمايتنا. مالك يا ألفة؟ ابدا مفيش يا عزيز. مفيش ازاي؟ باين عليكي تعبان. اصلي مش بعادك الاقيكي نايمه في السرير. لا ابدا، شويه تعب كده وراحوا. طب قوليلي حاسه بايه؟ شويه تعب من بتوع الحريم دول. ها يعني مش لما تاكل لقمه الاول وبعدين نتكلم؟ لا اعرف الاول. ايه الموضوع؟ الموضوع يا سيدي وما فيه. ها الموضوع انك هتبقى اب عزيز. ايه اب؟ كلمي جد؟ الله، هي الحاجات دي فيها هزار؟ يا دين النبي يا دين النبي. عليك وما قلتليش ليه يا ألفت؟ ما كنتش لسه متأكدة. وامي عارفة؟ هي اللي أكدت لي. يبقى كلامها صح. اسمعي يا ألفت، من هنا ورايح ما تتنقليش من السرير. معقولة؟ معقولة ونص كمان؟ لا تتحرك ولا تعملي أي حاجة. وهتعملي أنت ليه؟ عندك الخدم والجواري وكافة شيء إلزامك موجود في السرايا، كل حاجة. هتفق مع أمي على كل الترتيبات والنظام اللي يلزمك لحد ما يأذن ربنا ويشرف ولي العهد. يعني مبسوط يا عزيز؟ مبسوط بجد؟ هو مبسوط وبس يا ألفت. ده أنا حطير من الفرح. ما تتصوريش الخبر ده عامل فيا إيه. كل الهم اللي كان في قلبي انزاح. من هنا ورايح مش هفكر ولا هعرف الهموم، مش هفكر الا ببيتي ومراتي وابني اللي جاي. انت عشان تجيب عبد الرب. حاضر حاضر. ده لسه نار وده لسه سخن. حاضر. اتفضل يا سيدي، 10 ترغيفة هم حسب اللي ينفعوك. العيش لسه سخن. ده لسه نار وده لسه سخن. اتفضل يا اخويا. حاسب انت باخر. حاسب يا اخي، العيش لسه صابح. ايه بتفحص في ايه؟ عاوز عيش مفقع. قول لي وانا اديلك مفقع بدل ما تفقع في عيش الناس. نعم. عايز كام رغيف؟ رغيفين. سم الله، وكل الهصه دي على رغيفين؟ عمال تقلب وتفقع في الطاوله كلها وتلخبط الرصه على رغيفين. خد يا اخويا، خد وخلصني. خد يا هات بقى، بلاش خاوته. خاوته؟ انا خاوته؟ انا خاوته زبون رجوع؟ انا صلاه النبي على الضحكه الحلوه. ده لسه نار وده لسه سخن. ايه ده؟ ايه ده؟ خد يا عبد الرب. ياخد عدوينك يا جميل. ايه ده يا رب؟ وانا اقول يا اخويا ايه المسك اللي هفهف علينا ده؟ معقوله يا ناس؟ معقوله؟ ده الطابونه ريحتها مسك يا جدعان. طب حيلك حيلك. طب عليا النعمه، انا امي دي عيالي من الصبح وانا عمال ابيع لزباين سكه، زباين رجوع، زباين بايته ما يعلم بها الا ربنا. وفجاه انا الطابونه نورت. نورت ايه؟ ده صهللت. ده العيش بيضحك يا جدعان. ده لسه نار وده لسه سخن. يا صلاة النبي احسن يا صلاة. هات دكة. هلا هات دكة. دكة ايه يا اخويا؟ ما تروق امال، احنا نعملها قاعدة بقى ولا ايه؟ طب بلاش الدكة، تحب اشيلك فوق دماغي يا قمر؟ لا بقى، ده انت زودتها قوي يا عبدو يا فران. وبعدين ينقطع لساني ولسان اللي جابني لو كان قصدي كده ولا كده. يا سلام يا ولاد، يا سلام. ده انت بنت حتيتي، انا اشيلك في عنايا يا زهيرة. طب خد. طب بس اقعدي شوية بس وخد اللي انت عايزاه.
برضه هيقول له عودي. الله، بس على ما العيش يطلع، بس خمسة كده، خمسة على ما يطلع العيش الصبح. لا انا عاوزة بقى من ده، اديني 10 ترغيف. اؤمر يا قمر، اؤمر يا قمر، امرك ماشي. العيش والطابونة كلها هم 10 ترغيفة، والفلوس عندك على الرخامة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ده لسه نار وده لسه سخن. عالف سلامة، عالف سلامة يا رب، تحرسها وتحميها من العين يا رب. يا سلام يا ولاد، يا سلام. وانا قلبي بيطب كده ليه اول ما بشوفها؟ اخ اخ، لو انول المراد. بس امتى يا ناس، امتى يقون الاوان؟ السلام عليكم. عليكم السلام ست مزهرة. أيوه. يا أهلا وسهلا، تفضل استراحة ست مزهرة. كتر خيرك يا سيد عزيز. تشربي إيه بقى، خروب ولا عناب؟ أقولك أجيب لك تمر هندي. لا ده ولا ده، أنا مش هشرب حاجة، أنا ليا كلمتين معاك يا معلم عزيز. كلمتين خير يا ست مزهرة، طلباتك، عاوزة حاجة يلزمك فلوس. كتر خيرك يا معلم، كتر خيرك، لسه ما صرفناش الفلوس اللي بعتها لنا. خير يا ست مزهير. انا جاي اطلب طلب واحد ما فيش غيره. ايه هو؟